فين بقية حق اللي عليك؟ حق؟ حق ايه يا ابو حق؟ فلوس اللي عليك بتاع اخر بقولك سبتها منك. انت لسه فاكر يا مرعي؟ باقي عليك 100 جنيه منهم ولازم تدفعهم لي دلوقتي. 100 جنيه بس؟ ده انا كنت فاكرهم اكتر من كده يا جدع. لا، ما انا خدت من عندك شويه حاجات كده تخلص حق. انت ناسي ولا ايه؟ حاجات ايه اللي خدتها من عندي يا مرعي يا اخويا؟ ده حته موبايل سكه ما جابش تمنه، وبتاع كده بيقولوا عليه اسمه هارد، كان مرمي في الدرج. هو انت اللي خدت الهارد؟ وديته فين انت؟ ده ايه يا عمنا؟ ده حقي وانا سرقتك ولا ايه؟ هديك فلوسك كلها حالا على داير مليم، بس ارجوك اديني الهارد. الهارد خلاص انا بعته، ده حتى ما جابش 200 جنيه على بعض. بايه؟ بعته؟ بعته لمين يا هلا؟ لواحد اسمه سمير مصالح، فاتح محل كهربائيات مستعملاه في وسط البلد. اديني العنوان يا وش المصايب. انا عايز اعرف هو الهارد ده عليه ايه؟ وثمن اهلك يالا. ايه؟ باين عليه حاجات كتير تهمك قوي. اه سوري سوري وانا بستحمى. اخص عليك، هو انت منهم؟ اديني العنوان بسرعه. صبحة سعامر. سعامر ده انت ست البنات، ست الستات، ست الصبحات. ابكيدي انا بكيزي. وانا كمان بكسف. معقولة؟ ودرد من برضك انت كده راجل مالوي هدومك، ده انت سيد الناس. سيد الناس؟ الله، سيد الناس مرة واحدة؟ صبحة انا يظهر ان انا اتخبلت بيكي، اتجننت بيكي، يظهر ان انا حبيتك يا صبحة. لا 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 يا سيدنا، انا مش بتاعك كده. مش بتاعت كده ايه بس يا صبحة؟ انا عاوز اخطبك. انا لو كلمت ابوكي ان اخطبك توافق يا صبحة؟ لا، طالما عامل كده البنت دي موافقة، والله العظيم موافقة. لا انا اكلم ابوها. الله، الحمد لله، اشكرك يا رب. كنت من زمان نفسي في واحده ما بتخشش على النت. اطمني يا ستي، رحت لهم واطمنت عليهم ووصلت لهم الفلوس كمان. ربنا يطمنك يا امير. يعني هما كويسين؟ هما كويسين، بس عايز اقول لك وانا هناك حصل اغرب موقف حضرته في حياتي كلها. حمدت ربنا انك ما كنتش موجوده معايا فيه، والا كان زمان اسمك مكتوب في المحضر. محضر؟ وانا هناك حصلت خناقه جامده جدا من واحد جارهم وبنته. عايز اقول لك الراجل طحن بنته، ضربها علقه موت. ذا جاي اولموست كيلد هير. ايه ده ايه ده؟ ايه اللي افترى ده كله ليه يعني؟ معرفش، انا طبعا اتلاقيت في الموقف الغريب ده كله، خدت البنت وابوها وامها وطلعت اجري بيهم على اقرب مستشفى. جدع يا امير، كويس قوي ان انت كنت هناك، على الاقل عرفت تتصرف. انت قلت لي بنت اسمها ايه؟ اسمها هنا. هنا؟ طب وهي كانت فائت قبل ما انت تمشي؟ لغايه لما شهدت على المحضر ومضيت عليه ومشيت كانت في العنايه مركزه. بصراحة ما عرفش حصل لها ايه بعد كده. مرسي قوي يا امير على كل اللي انت عملته ده، لولاك كنت فعلا وقعت في المشكلة دي. وانت ايه اللي كان هيوقعك في المشكلة دي من الاصل؟ انت كان زمانك خلصت زيارتك ومشيتي. انا بقى عشان راجل مجنون كملت معاهم لغاية الاخر. انا؟ لا طبعا، انا ما كنتش هقدر اشوف بنت سايحة بدمها قدامي كده واسكت. انا كنت هعمل اللي انت عملته بالظبط، ده لو ما كنتش كمان رفعت قضية على باباها المفتري ده. لا ده هايل انك فعلا ما كنتيش موجودة معايا، كان زمانك طالعة من مشكلة وقعت مشكلة. اه ده نادر. اه باشا، في حاجه حصلت كده قلت لازم اجي ابلغ سعادتك بيها. تمام. واحنا بنراقب بيت اهل ادم مراقبتنا العاديه، في راجل غريب كده جه زارهم اول مره اشوفه. الراجل ده بعد زيارته ليهم بفتره قامت خناقه في بيت جارهم اللي ساكن قصادهم على طول. جارهم ده مسك بنته ادالها علقه يا فندم، البنت اغمى عليها لدرجه ان هم نقلوها المستشفى. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا فخور بيك يا نادر. ما يولع الراجل وبنته، انا مالي؟ انا استفدت ايه؟ فين المعلومه يا فندم؟ احنا تحرياتنا اثبتت ان البت دي على علاقه بادم، وان ادم بيحبها وكان ناوي يقرا فتحتها، بس ابوها اللي ما كانش موافق. يعني ادم كان له حبيبه. ايوه يا فندم، ده اللي تحريات اثبتته. اكتشفتوا الكلام ده دلوقتي؟ ها، انتوا كنتوا فين قبل كده؟ نايمين على ودانكوا ليه؟ ده اللي يعتمد عليكوا روح في 60 داهيه. يا فندم انا بقول لسعادتك احنا لسه. تقول لي ايه يا فندم؟ انا بقول لسعادتك ان الموضوع ما كانش رسمي، يعني ما بقاش علني. يعني ما لبست دبل. طب تقولي كده اخر الصبح فرقت ايه معايا في التحقيق؟ انتوا مش مركزين ليه؟ امتى هتفهموا ان انتوا بتشتغلوا في امن دوله؟ اسمها ايه البت دي؟ اسمها هنا يا فندم، هنا عبيد، واحنا صورناها لسعادتك وادي الملف بتاعها. هات. ايه ده؟
جاب امير في الصوره دي؟ ما هو ده يا فندم الراجل اللي بيقول لسعادتك عليه، ده الراجل اللي زارهم وبعدها بشويه قامت المشكله بقى كده. سعادتك احنا عملنا تحرياتنا عن الراجل ده عندنا كل معلوماته. يعني بيت في المستشفى، طالما حبيبة القلب في المستشفى يبقى اكيد الحنين هيعمل فيها روميو يروح لها زيارة. تفتكر يا فندم هو على مكتبك يا نادر؟ تمام صح. امير، امير راح اطمن على مامتك وطمنهم عليك. الحمد لله. جدع قوي امير ده. هو فعلا جدع، بس جدعانته دي كانت هتدبسه في مصيبه. مصيبه؟ مصيبه ايه؟ ما هو هناك اتدخل في خناقه بين راجل وبنته. راجل وبنته؟ الظاهر الراجل اللي ساكن في الشقه اللي قصادكم. مش عارفه عملت له ايه، نزل فيها ضرب لغايه ما اغمى عليها وهو اللي وداهم المستشفى. دي هنا؟ ايوه صح، انا امير فعلا قال لي اسمها هنا. طب ويضربها لعب ايه؟ وعملت ايه؟ في ايه يا ادم؟ انا اسفه، انا مش متخيله الموضوع هيضايقك قوي كده. يضايقني يا نانسي؟ دي هنا دي البنت اللي انا بحبها بجد. طب انا اسفه يا ادم، انا ما اعرفش. طب امير ما قالكيش راحت مستشفى ولا هو عمل فيها ايه ولا كلميه؟ طيب اطلبي امير ده نشوف ايه. حاضر حاضر، انا هكلمه هعرف منه. انا ما عرفتش بس غير انه اغمى عليها بعد الضرب ده، هعرف منه وهقول لك. حاضر، انا لازم اروح لها. لا. ما ينفعش يا ابني، اكيد هم عارفين العلاقه اللي بينكم ومراقبين المستشفى ومستنيين وصولك في اي لحظه. مش مشكله، هروح برضو ان شاء الله يقبضوا عليا واسلم نفسي، بس هروح. نور اميرو، والله زمان. والله زمان يا ابو السيوف. ام باك اهو، يعني هزهقكوا زيارات. انت انس وتنور يا امير، بيتك مطعم. طول عمرك كريمه وذوق سهال. لو يا اميرو اديني طبق كفته الاول بس. انت كنت فين امبارح بالليل؟ امبارح يا سيدي قضيت اليوم كله نايم في البيت. يا راجل، ده انا قلت بقى انت غيرت هدومك ونزلت كده تقضي لك يوم من ايام زمان، افتكر زمان ولا زماده. يا ريت يا عم زين. عايز اقول لك من ساعه ما جيت من السفر وانا في منتهى الكسل وحاسس ان جسمي ده مكسر يجي 100 حته. يا حبيبي، الف سلام عليك. طب اقصر، قولكم كلهم. الو، قام عليك. ده انا في البيت يا فندم. مالك يا سيدي؟ ها؟ لا ابدا مفيش. بس على فكره انت اتغيرت كتير على ايام ما كنت انت وسيف لسه مخطوبين. ايه بقى يا سي امير، للاحسن ولا الاوحش؟ لا للاحسن طبعا، بس حاسه كده برضو مش سهام بتاعت زمان. ابدا، الحياه بقى ومشاكلها ما انت عارف. عموما يا ستي لو حبيتي تتكلمي معايا في اي وقت عن الحياه ومشاكلها، This is my business card، واكون مبسوط جدا لو اتصلتي بيا. هتلاقي في هنا رقم العياده. عياده؟ عيادة ايه بقى؟ ما انا فتحت يا ستي عيادة طب نفسي. نفسي؟ وعايز نجيلك بقى ان شاء الله. ما تجيش ليه وفيها ايه يعني؟ انا اتغيرت بس مش لدرجة الجنان. ومين بقى اللي قالك ان اللي بيروحوا عيادات نفسية دول ناس مجانين؟ ايه رأيك ان اغلبهم في منتهى العقل وفي مناصب مرموقة جدا كمان؟ انت بتهزر، معقولة الناس دي بيجيلك العيادة ما بتخافش على مراكزها؟ لا طبعا عادي، هتخاف من ايه؟ زي ما اي حد ممكن يتعب فيروح لدكتور سنان مثلا، عادي جدا ان انت تروحي لطبيب نفساني. معنى كده لو نفسيتي تعبتني اجيلك؟ اكيد. وعلى فكره لو لحقتيها اول باول مش هتتعبك يا سهام. هفكر يا امير، بس ارجوك الموضوع ده يبقى سكرت بيني وبينك، مش لازم سيف يعرف ابدا. طب سكرت. الواد مرعي هو اللي اخذ الهارت. مرعي؟ يا دي النيله. وطبعا شاف اللي عليه. ما تخافش، واضح انه ما شافش لانه ما جاب لي السيره، واكد لي انه اول ما اخده راح باعه وقبض ثمن. الله يخرب بيتك وبيته، ما تعرفش باعه فين الله يحرقه. ده عنوان المحل اللي راح باعه ليه يا باشا. ده امر ينافذ. 10:30 صباحا هيكون الورق على مكتب معاليك. تمام يا باشا، مع السلامه. مع السلامه. تاكلش ليه كل ده؟ ما باكلش. كلت كفته؟ كلت كفته. شربت عصير؟ انا كده هموت يا سيدي. طب خلاص انا بس. مش عازم عليك، ده بيتك وبيت اخوك. ها خد راحتك.
أنفول يا ريس، مش قادر. حبيبي ألف أنا وشفا. أستأذنكم بس أغسل إيدي؟ أه سهام من فضلك. اتفضل. اتفضل يا دكتور. مراتك أمير وبيتك ها؟ نور أمير. يا بكار. نعم جيجا. مال فين مصلحة؟ راح مشوار رفيع كده وجاي. خش اتفضل مكانك ده. الله يبارك. اتفضل يا ابو. الله يبارك لك. بقول لك ايه؟ امرني. ما تجيب لي حلبة بحليب من القهوة. حاضر من عينيا. القهوة ها؟ حاضر يا فين؟ واضح ان اخترت للمهمه دي ظباط غلط. بعد اذن معاليك دي انا شخصيا ما قبلهاش، واظن الداخليه بالكامل عارفه انجازاتي كويس والتاريخ يشهد. طب ما تزعلش قوي كده يا سياده العقيل، الاهانه دي لينا كلنا، وبعدين هتقول ايه تاني بعد ما فشلت للمره الثانيه في القبض عليه؟ يا فندم يا فندم، احنا كنا مراقبين المستشفى كويس قوي، ورجالتنا كانوا مترشحين في كل حته، بس قدر يفلت منهم. يعني يا فندم اللي انا اقصد اقوله ان احنا توقعاتنا كانت صح، بس ربنا مش رايد بقى ان احنا نقبض عليه المره دي. الواد زي بقى يا فندم، واضح انه مدرب على احلى مستوى، احنا نعمل ايه؟ احنا في موقف محرج، القياده السياسيه والسفاره الامريكيه مستنيين النتيجه، والوزير مساك وبيتهمنا بالتعصير. اطمن يا فندم، في شواهد كتير جدا بتقول ان احنا هنقبض عليه قريب قوي هو واللي معاه، لان اكيد في حد بيساعده. مين؟ افتح يا بنت. ساعدين ساعدين نقعدوا على الكرسي. حاضر. ايه اللي حصل يا بابا؟ لا دول غرزتين بس نزف دم كتير، اضطريت افوت على الدكتوره فاطمه تلمستي ونقلت له دم من عندي. ده انت كويس؟
الحمد لله ما تقلقش. كنت هتمسك بس ربنا ستر. هشام انت جيت؟ بجد انا زهقت وتهت، بواب غبي ما بيفهمش، لازم تمشيه. ليه؟ عمل ايه؟ رنيت له 100,000 مره على الانتركام ما ردش عليا. لا تصدقي ان هو فعلا قليل الادب؟ ما ردش لانه اكيد كان بيجيب اي طلب للجيران، عادي يعني. هو قال لي كده بس انا مش مصدقاه. بس بقى حرام عليكي، كفايه كفايه، انا راجع من شغلي تعبان وفيا اللي مكفيني. انت ايه؟ مش حاسه بنفسك؟ مش حاسه انت بتعملي ايه في الناس؟ ما تبصي في المرايه بقى يا شيخه، حرام عليكي كفايه. كل ده عشان بشتكي لك منه؟ انت كده دايما بتقعد تحاميله. وحاميله ليه؟ هو هيثم ابن اختي؟ انت ليه دايما بتضطرين ان انا اتدخل واتحرج بسبب قسوتك ومعاملتك الزباله للناس؟ ليه؟ هو انت ليه شايفني كده؟ عشان هي دي الحقيقه. تقدري تقولي لي ها؟ انت ايه اللي رجعك تاني بعد ما كنت مقرره ان احنا نتطلق؟ انت بتعاتبني عشان فضلتك انت وبنتك على رهبتي؟ غريبه. هي ايه دي اللي غريبه؟ عشان انا لما جيت اصالحك عند مامتك كنت قاصد ان اكون لطيف قوي معاكي وحاولت ارجعك بالذوق. ساعتها انت بقى اتفرعنتي وفردتي صدرك وعضلاتك واصريتي ان احنا نتطلق. ولما جيتيلي هنا وعملتك زي الزفت، سمعتي الكلام وسكتي ودخلتي وعشتي. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني انت بتحبي تتسكي على دماغك، بتحبي تتلسوعي علشان تمشي عدل، لكن الطيبة والاحتواء والكرم بينططوكي على الناس. انا ما انكرش ان خشونتك معايا خليتني افكر فيك من تاني واديك فرصة اخيرة. خشونتي ايه اللي خليتك تديني فرصة اخيرة؟ ايوه، بعدين الراجل لازم يبقى خشن، ولا انت عايزه يبقى طري زي ستات؟ معقولة؟ هي دي فكرتك عن الراجل؟ انه يكون خشن وبيشوك؟ لا يا هانم، للأسف الرجولة مش كده خالص. الرجولة يعني أخلاق واحترام وإخلاص واحتواء وحب. الرجولة يعني قلب حي ما يرضاش إنه يظلم ولا يتظلم ولا يخون. مش كل اللي اتكتب في بطاقته ذكر ودقنه نبتت وصوته خشني يبقى راجل. الرجولة يعني إحساس بالغير، حب للناس، مش قسوة وفترة وبلطجة عليهم. ألف 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 سلامة على عروستنا يا حمال عزيز. الله يسلمك يا سيدي. بقول لك ايه يا عم أبيت، كنت عايز اجيب كام كيلو فاكهة كده واروح اشقر عليها في المستشفى. لا ما تشقرش يا اخوي، الزيارة ممنوعة. لا لا ليه كده؟ هي حالتها خطيرة قوي للدرجة دي؟ أمال هي وقعت السلم دي سهلة؟ ألف ألف سلامة، إن شاء الله اللي يكرهها. بقول لك ايه يا عمونا، كنا عايزين بعد ما تقوم لنا بالسلامة كده وتيجي من المستشفى نكتب الكتاب ونعلي الجواب ونفرح بقى، ولا ايه يا حمال عزيز؟ وايه حكايه حمال عزيز اللي انت طالع لي فيها دي؟ الله، على اعتبار ما سيكون يعني. طب ايه رايك بقى انه لا هيحصل ولا هيكون؟ لا لا لا، يعني ايه اللي انت بتقوله ده يا عم بيه؟ يعني انا ما عنديش بنات للجواز يا ديس. لا، هو ليه بعيال ولا ايه؟ ولا بعد ما تمضي عقد الشراكه وتظبط نسبتك وتقول لي مفيش جواز؟ لا، ده احنا لحمنا مر وما نتكلش بالسهل ابدا. يا حبيبي لا لحمك مر ولا لحمك حلو، انا مش طايق لحمك اصلا. وبعدين عقد ايه يا ابو عقد انت؟ عقد ايه اذا كان على العقد بتاعك يا اخويا؟ اهو اهو العقد بتاعك اهو، مش هو ده العقد بتاعك؟ اهو العقد، اهو العقد، اهو العقد، اهو يا تيس. ايه رايك بقى؟ ادي العقد بتاعك اهو. ليه كده بس يا عم عبيد؟ وانا زعلتك في حاجه؟ لا يا اخو ما زعلتنيش، الدنيا اللي مزعلاني وعطمه وسطي. بقول لك يا ديسي، اتكل على الله بعيد عني، انا مخنوق اصلا. اقول لك على حاجه، انا حافل الدكان. ايه رايك بقى؟ يلا يلا، اتكل على الله، اتكل على الله، حافل محل. ماشي ماشي يا عم عبيد، ماشي. بس راسك عملت معايا الصح في مكانك. ماشي يا عم عبيد. ساتر، طول عمرك عنيد ومقاوح يا سيف يا ابني. المساله مش مساله عندي يا امي،
دي اسمها ثقة بالنفس. يا ويلك يا ابن صبرة لو ايدي طلتك. يا ويلك. مين ابن صبرة ده؟ الواد الارهابي اللي قتل الامريكاني. مش عايز اقولك على القلق اللي هو عامله لنا في الداخلية. ما انا بشوف صوره في الجرايد. مش ده اللي اسمه ادم امين عبد الحي؟ حته عيل يا امي لا راح ولا جه. هز صورته في الداخليه وخلى رقبتي قد السمسمه. يا حبيبي ده شغلك وانت ادرى بيه، بس اوعى تظلم حد. الظلم وحش يا ابني. ظلم الظلم عدل يا امي. يا ويلك يا ابن صبره لو ايدي طلتك، ده انا همحيك من على وش الدنيا. انت احسن دلوقتي يا ادم؟ الحمد لله. هو مين اللي معاكي في الصور اللي ماليه البيت دي؟ شريف اخوكي؟ لا، ده جو خطيبي. خطيبك؟ مخطوبه؟ كنتي؟ وايه اللي حصل؟ عمل حادثة ومات يوم فرحنا. انا اسف، انا ما قصدتش افكرك. تعرف يوم الحادثة بتاعتنا؟ كنت رايح اعرف فتحت الورده. الحمد لله. أنا آسفة يا أنت. يعني أنا حرمتك من مستقبلك اللي جاي، ومن أجمل لحظة كمان اللي أنا نفسي ما عشتهاش. صدقني مش عارفة أقول لك إيه. أنا آسفة. مصيبة دي جريمة. بس أنا فخور بيك يا شباب والله. الله يخليك سعادتك. ادخل. ماشا. خير يا نادر. تقرير البصمات اللي سعادتك طلبته فعلا. طيب. خير يا باشا، في جديد؟ بصمات أمير اللي على الكوباية ما طلعتش متطابقة مع البصمة المجهولة. هو سعادتك كنت بتشك في أمير؟ ده بعيد قوي عن ادم سعادتك. بالعكس، ده قريب جدا. ما تنساش ان امير معاه الجنسيه الامريكيه، يعني امريكاني زي الراجل اللي اتقتل، واحتمال يكون بينهم الاثنين خصومه واحنا ما نعرفهاش. فاستعمل ادم عبد الحي. ادم عمل فيها الذكر، عمل فيها سبع رجاله ببعض، ودخل قتل الامريكاني لحساب امير. تشبيكه غريبه قوي يا باشا. اشمعنى؟ هو امير قريب نانسي، ونانسي بتعمل ديكورات الفيلا للامريكاني، وامير راح زار اهل ادم وشال حبيبته ووداها المستشفى. يعني نانسي على علاقه بادم وتعرف طريقه. بقول لك يا هشام، امير ونانسي يتحطوا تحت المراقبه 24 ساعه. مش عايزهم يغيبوا عن عينيك لحظه واحده. اعتبره حصل سعادتك. وخالتي صبرا عامله ايه دلوقتي؟ طمنيني عليها. خالتك صبرا تعبانه، السكر طالع نازل، هي نايمه جوه في السرير. لا الف سلام عليها. امال ادم اخباره ايه؟ ده بقى اللي مش عارفين اراضيه فين. احنا قلقانين عليه قوي. ربنا يرجعه بالسلامة ان شاء الله ويثبت براءته عن قريب. يسمع من بقك ربنا يا رب. يا رب. وجوزك اخباره ايه وبيشتغل فين دلوقتي؟ والله كان بيشتغل سواق في ليبيا وفجاه كده استغنوا عنه، فانا اضطريت ان انا انزل اشتغل عشان اصرف على البيت. وبتكسبي كتير من شغلك ده؟ يعني باخد 700 جنيه في الشهر. طب ما تيجي تشتغلي عندي واديكي 2000. 2000 جنيه في الشهر؟ امال في السنه؟ طب يعني انا هشتغل ايه بالظبط؟ يعني هتساعديني تناوليني حاجه، تبقي مسؤوله عن لبسي كده يعني. اصل البنت اللي لبسها اللي كانت عندي طلعت حراميه فطردتها، وطبعا مش هلاقي امان منك تكون جنبي.
والله يا لولو انا ما عارفه اقول لك ايه. عموما فكري وردي عليه. افكر ده ايه؟ لا طبعا موافقه، على الاقل يعني هترحم من لف طول النهار على اللي يسوى اللي ما يسواش. الحمد لله على السلامة يا بابا. الله يسلمك يا بنتي. طمني أخباره إيه؟ تمام تمام. وصلت آدم لغاية المزرعة وجبت له كل طلباته. طب بابا أنا عايزة أكلمه وأطمن عليه. خلاص يا ست اتفضلي. خدي كلميه عشان تطمني. ألو. ايوه يا ادم، ازيك؟ عامل ايه دلوقتي؟ كويس؟ طب الحمد لله. على فكره هنا بخير، طمن عليها، بقت كويسه. لا انا بعت لها واحده صاحبتي طمنت عليها وقالت لي. ممكن اطلب منك طلب يا ادم؟ حاول ما تفكرش النهارده وترتاح شويه، وانا هاجي لك بكره اغير لك على الجرح. لا ما تحاولش، هاجي يعني هاجي، انا مش ناقصه جرحك يتلوث ولا يجرى لك حاجه تانية. يا سيدي انا راحتي في كده، لو سمحت سيبني اعمل اللي انا هرتاح فيه. لا مش هتتعبني. عايز حاجه تانية؟ طب خلي بالك من نفسك يا ادم، تصبح على خير. ها خلاص طمنت يا ستي؟ ايوه. أنا ممكن أسألك سؤال؟ تفضل يا بابا. هو آدم ده يعتبر إيه بالنسبة لك؟ يعني إيه؟ يعني هل هو مجرد إنسان عمل فيك معروف وعايزة تردهوله، ولا الظروف والضغوط اللي حواليك خلتك تحس ناحيته بحاجة تانية؟ حاجة تانية ازاي؟ زي انك يعني تكون حبتي. يتحب طبعا لجدعنته وشهامته واخلاقه، وانا منكرش اني حبيته، بس زي اخويا بالظبط يا بابا مش اكتر. طمن يا بابا، انا عارفة حدودي كويس، ده غير ان انا محبتش ولا عمري احب غير جوه، بس ده ما يمنعش اني احب في ادم جدعنته وشهامته. ما تنساش ان انا ما كنتش لاقيه الحاجات دي، وكنت ناويه هاجر واسيب البلد بسببهم، من كتر ما كنت حاسه انهم ما بقوش موجودين خلاص. ويمكن اكون حبيته عشان حاجه تانية، انا شفت مع ادم لحظه امان بجد ما اشوفهاش غير من اخويا. طبعا طبعا طبعا. ألو، أيوة دكتور أمير، إزايك؟ أخبارك إيه؟ كنت عايز أعدي عليك في العيادة. ترسي قوي، بس وحياتك في أسرع وقت ممكن. متشكرة، باي. ولا اللي بيقش الله 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 كده بقى ايه بقى دورين. والله حي التالت جاي، الله حي التالت جاي. والله العظيم كده شكلك بتغش. ده انت اللي غشيم. ياه غشيم ايه وزفت ايه؟ عبده
يا عبدو. اوه عنز ناس بتاع النسوان بقى اللي يجيب الفقر. آه ايوه يا سامي. ايوه حبيبتي انا جاي اهو. ايه ايه يا سامي بس في ايه اللي خلاك تجيلي لحد القهوه هنا؟ هو انت ايه يا راجل؟ ما وراكش شغل ولا مشغله غير قعدك على القهوه طول النهار والليل. الله وانا هعمل ايه بس يا سامي؟ ما البلد كلها حالها واقف، لا شغل ولا مشغله، ما انت عارفه. ما تنزل تشتغل يا اخويا ولا شغل هيجي لك لحد عندك، والله حتى لو جالك لحد عندك هيلاقيك نايم لحد العصر. واصحى اعمل ايه؟ ما انت طول النهار في شغلك وسايباني في البيت قاعد شايل ابنك على كتفي ووشي في وش امي. والله لو ده اللي مضايقك انا خلاص من بكره هبطل شغلانه النهار دي وهشتغل بالليل. ليه بقى يا اختي ان شاء الله تشتغلي بالليل؟ هتشغلي رقاصه؟ لا وانت الصادق هسيب شغلي واروح اشتغل مع لولوس الرقاصه. الله الله الله، ده انت بعد كده هتحلو معاكي وهتزهزق وتقبضي دنانير وريالات. اخس عليك، هو ده كل اللي همك بدل ما تقولي اقعدي وانا اللي انزل اشتغل؟ ليه ده كده بس يا ساميه، بكره تتعدل ان شاء الله. بقول لك ايه، ايدك بقى على 20 جنيه. يا نهار اسود، انت خلصت الفلوس اللي انا اديتها لك امبارح؟ خلصتهم واستلفت فيهم كمان. وانا هكفيك منين كل يوم 20 جنيه يوم والتاني؟ بدل ما انت اللي تصرف عليا انا وابنك. اوه ما قلت لك بكره تتعدل وتزهزه ان شاء الله. يلا بقى ايه، خلينا نسدد ديوني. فوضت الامر فيك يا صاحب الامر، حسبي الله ونعم الوكيل. يا شيخ روح منك لله. لا دي الجنان ده. امير انا علاقتنا وسيف ما بقتش زي الاول. وايه اللي اتغير فيها؟ حاسه اننا بقينا بعيده قوي عن بعض، كل واحد فينا بقى عايش في عالم لوحده، ده غير انه بقى عنيف قوي معايا وطبعا بيهمني بسبب مشاغله كتير، وفي نفس الوقت بيغير عليا درجه بقت بتخنقني. انا اسف في السؤال ده سهام، انتوا ليه ما خلفتوش لغايه دلوقتي؟ في مشاكل في الخلفه. عندكم انتوا الاثنين؟ لا عندهم. انا كده ممكن جدا اكون فهمت ايه سبب اللي انت بتحكي ده كله. طب قول لي يا امير، قول لي فهمت ايه وريحني. بص يا سهام، سيف ممكن جدا يكون عنده حاله تردد شديده من ناحيتك، ساعة بيبقى حاسس من ناحيتك بتأنيب ضمير لأنه مش قادر يحقق لك أمنيتك في الخلفة، ساعة تانية ممكن يكون بيحبك فيها وبيحبك بجنون لأنه خايف إنه يفقدك، وساعة تالتة بيحس إنه بيكرهك لأنك بتفكريه بعجزه. عندك حق، عشان كده أنا بقيت عايشة في جحيم. أنا خلاص تعبت نفسيا أمير، أنا بقيت أشرب حشيش. حشيش؟ معقولة يا سهام تطلعي نفسك من مشكلة فتوقعي نفسك في مشكلة أكبر منها؟ أعمل إيه يا أمير؟ أعمل إيه؟ أنا تعبت بجد، تعبت ما بقتش لاقي حل لمشاكلي، ولعلمك بقى أنا عمري ما حسست يوم بعجزه وعمري ما ضغطت عليه. يا سهام دي حاجة مش بإيديه، دي حاجة بتاعة ربنا، أنت لازم تعذريه. عذراء والله العظيم عذراء، بس أعمل إيه؟ أول حاجة لازم تعمليها إنك تهدي، وتاني حاجة لازم تقربي منه يا سهام، لازم تحسسي سيف إن أنت بتحبيه زي زمان إن ما كانش أكتر من زمان كمان. قولي لي يا سهام، أنتوا مفيش مناسبة حلوة كده هتحتفلوا بيها مع بعض قريب؟ عيد ميلاد الأسبوع الجاي. هايل. بص يا سهام، أنا عايزة تجهزي حفلة محدش يحضرها غير انتوا الاثنين، وأنا متأكد إن التوتر اللي بينكم هيبتدي يدوب. ثانية واحدة. أيوه. سيف الحديدي؟ طيب خليه يتفضل. اتفضل يا فندم. شكراً. إيه المفاجأة الحلوة دي؟ كريم. نورت العيادة يا سيف. إزيك يا حبيبي؟ إزيك كده؟ سهام انت بتعملي ايه هنا؟ اصلي سهام بتعمل ايه هنا يا امير؟ يا سيف في ايه بالك؟ سهام جايه تزورني في العياده، اول مره بتيجي تزورني زي ما انت اول مره بتيجي تزورني دلوقتي. بقول لك ايه بقى يا سهام؟ ابو السيوف ده بقى حبيبي، انا مش هينفع اخبي عليه السر اكتر من كده.
سر ايه؟ انت هتلعبوا بيا الكوره؟ سهام هنا بتعمل ايه؟ كل سنه وانت طيب يا سيدي. انت عيد ميلادك الاسبوع الجاي وسهام جت عشان تعزمني وطلبت مني ان احنا نعمل لك سربرايز بارتي. عيد ميلادي سربرايز بارتي؟ اه ما زمتوش ليه في تليفوني هنا؟ عن اذنكم استني هنا. راح فين؟ مروحه البيت. ايدي. استنيني تحت في العربيه سواء تحت 3 دقايق ولا زلك. اتفضلي. بالنسبه بقى لموضوع عيد الميلاد ده انا مش مقتنع بالكلام ده كله. لينا كلام بعدين. خلينا في الشغل. ايه اللي وداك لاهل ادم عبد الحي؟ ادم ده حاله من ضمن حالات كتير قوي متبنيها منظمه حقوق الانسان اللي انا بشتغل فيها. ولا انت نسيت يا سيف؟ ومنظمه حقوق الانسان دي ما قالتلكش ان البت اللي اتضربت قدامك على السلم ووديتها المستشفى تبقى حبيبه ادم عبد الحي؟ معرفش يا سيف، انا صدقني اول مره اسمع حالا دلوقتي. امير، التستر على مجرم جريمه مش سهله، وانا شخصيا مش هنفعك فيها. انت بتشك فيا ولا ايه يا سيف؟ انا اشك في صوابعي. امير، خد بالك من نفسك اليومين دول لانك بدات تهرتل، واحنا ما بنحبش الهرتله. وبالنسبه بقى لموضوع عيد ميلادي، وانت بالصحه والسلامه يا صاحبي. سلام.